الصبر. الصبر هو الإمساك في ضيق وحبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه. فالصبر لفظ عام، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا ويضاده الجزع، وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن. وقد سمى الله تعالى كل ذلك صبرا، ونبه عليه بقوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء. وقال تعالى: والصابرين على ما أصابهم. وقال جل وعلا: فما أصبرهم على النار. قال أبو عبيدة: إن ذلك لغة بمعنى الجرأة. وقوله تعالى: اصبروا وصابروا، أي احبسوا أنفسكم على العبادة وجاهدوا أهواءكم. وقوله تعالى: واصطبر لعبادته، أي تحمل الصبر بجهدك. وقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بما تحملوا من الصبر في الوصول إلى مرضاة الله. وقوله تعالى: فصبر جميل، معناه الأمر والحث على ذلك. والصبور القادر على الصبر، والصبار يقال إذا كان فيه ضرب من التكلف والمجاهدة. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة، منها قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقوله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.